أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. ترأست السيدة الوزيرة المهندسة نازنين محمد وسو اجتماع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، وناقش المجلس مشروع المجمع السكني في مدينة الصدر وتنظيم ترخيص خدمات ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية، كما ناقش مشاريع إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها وغيرها من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال. أنجزت الوزارة مشروع ماء الكوت الكبير في محافظة واسط، أحد أكبر مشاريع الماء في العراق، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس المقيم للمشروع أسعد إسماعيل. نعم، طاقة المشروع 10,000 متر مكعب بالساعة، يخدم مركز مدينة الكوت حوالي 250 ألف إلى 300 ألف نسمة. يتكون هذا المشروع من 5 مواقع: محطة السحب والمحطة الرئيسية، بالإضافة إلى 3 محطات تقوية. هذا الموقع الرئيسي يتكون من أحواض الترسيب وبناية الفلاتر والخزانات الأرضية، بالإضافة إلى بناية الدفع وبقية الأبنية الخدمية اللي تخدم المشروع. نبقى في محافظة واسط، إذ تواصل الوزارة عن طريق المديرية العامة للمجاري تنفيذ مشاريع التأهيل وتطوير البنى التحتية لعدد من الأقضية في المحافظة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس المقيم لمشروع تطوير قضاء الحي علي هاني. نعم، المشروع يخدم حوالي 96 ألف نسمة من قضاء الحي، يتضمن أعمال تطوير البنى التحتية، أعمال الإكساء وأعمال رصف الشوارع بالإسفلت وكذلك بعض الخدمات الأخرى. من المؤمل أن ينجز المشروع نهاية عام 2024، والعمل حاليا يجري ضمن الخطة المحددة والمعد لها. كما ينضم إلينا المهندس المقيم لمشروع تطوير قضاء الصويرة مسلم خليفة ليطلعنا على آخر تفاصيل المشروع. طبعا المشروع يشمل كافة أحياء المدينة، ويشمل أعمال البلدية وأعمال المجاري وأعمال اتصالات وأعمال الماء وأعمال كهرباء. أعمال البلدية بحدود 70 كيلو تطوير، أعمال الماء بحدود 90 كيلو، أعمال اتصالات بحدود 55 كيلو، وكذلك أعمال خطوط مجاري. نأمل أنه يكمل المشروع ضمن المدة المقررة له. ضمن مشاريع تطوير مداخل العاصمة بغداد، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل مدخل بغداد ديالة، وعن هذا المشروع معنا المهندس المقيم نور ناجح. نعم، الأعمال مستمرة بالمشروع ضمن المواصفات العامة لدائرة الطرق والجسور. طول المشروع بنسبة إنجاز 45%، طول المشروع 9.45 كيلو متر. يبدأ المشروع من قوس بوب الشام وينتهي إلى مدخل بوابة الراجدية. يتضمن المشروع تعريض الطريق الرئيسي من 10 متر إلى 16 متر، وأيضا يحتوي المشروع على 3 جسور: الجسر الأول والجسر الثالث جسور فوقانية، والجسر الثاني جسر تحتاني. وقعت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الإسكان الرياضي عقدا مع نجم المنتخب الوطني السابق حبيب جعفر لتدريب فريق نادي الإسكان لكرة القدم، وعن هذا الحدث ينضم إلينا الكابتن حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وقعنا عقد مع نادي الإسكان الرياضي. أكيد يعني إحنا اليوم كوزارة داعمة لهذا النادي. إحنا اليوم نريد بصراحة نريد نرتقي إلى مصافي الفرق الدرجة الأولى والممتازة إن شاء الله، وهذا مو غريب على نادي الإسكان، لأنه نادي الإسكان يعني كنادي مؤسسة وداعم لهذا النادي إن شاء الله. شكرا جزيلا. تسعى الوزارة للالتزام بتطبيق معايير الجودة في كل تشكيلاتها وفروعها المنتشرة في المحافظات. وبشأن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو المهندس نبيل عبد الحسين رئيس قسم الجودة في الوزارة. قامت وزارتنا وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتطبيق معايير أنظمة إدارة الجودة، ومن أشهر هذه المواصفات طبعا هي المواصفة 9001 الخاصة بالنظم الإدارية، حيث حصلت أغلب تشكيلات وزارتنا على تلك الشهادة، ومن مناشئ عالمية معتمدة دوليا. كذلك تقوم وزارتنا حاليا بتطبيق نظام إدارة الجودة المتكامل اللي يشمل نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ومواصفة البيئة، وكذلك مواصفة آيزو الطاقة التي تدعم المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات. تسعى وزارتنا أيضا إلى إشراك كافة موظفيها من فرق الجودة والموظفين العاديين في دورات خاصة بنظم إدارة الجودة لتعليمهم بالبنود الخاصة بتلك المواصفة لتطبيقها في أعمالهم لغرض تحسين وتطوير الأداء.
أهمية تطبيق طبعا نظام إدارة الجودة في كافة المؤسسات هو لمساعدة المؤسسة على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على الأدلة، وكذلك مشاركة جميع العاملين، حيث أثبتت أنه أكثر المؤسسات اللي مطبقة نظام إدارة الجودة تكون قراراتها صحيحة وعمليات التطوير والتحسين المستمر مستمرة في أعمالها كافة. شكرا أستاذ نبيل. شكرا جزيلا. لا تنسوا متابعة مواقعنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. أرق التحايا من المركز الإعلامي، وإلى اللقاء.